التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، ويسير شوط جديد من اشواط الخير والبركه، وهو شوطنا الخامس عشر يضم نخبه من الجعدان المحليات الاصايل. الى المقدمه الكايد علي بن محمد بيابر بن عبد الله الحربي يتقدم في المقدمه والصداره والبدايه الأولى، بينما في المركز الثاني رعد سالم المفرح بمطر المسافري. أما في المركز الثالث، المركز الثالث هنا النشمي حمدان بن محمد بن عتيج العامري يتقدم على المركز الثالث. ورابع المراكز عندنا شعار مسري بن سالم الأرض الحميري على ظهر اللي هو طهف، والمركز الخامس هذا الوسمي سعيد بن حسين بن ثعيلب الهاجري، والمركز السادس اللي هو جساس عبد الله بن طالب بن شريم المري قادما الى المركز السادس. بينما في المركز السابع، عندنا اللي هو نبه حمد بن هزيب المسافري، والمركز الثامن اللي قادم على ثامن المراكز رعد حمد بن سعيد الحمد الوهيبي، وتاسعا يتقدم اللي هو شباب محمد بن سعيد المري لفتبي، والمركز العاشر عندنا اللي هو ايضا عبدون سالم بن عبد الله بن سالم بن هزيم المسافر. هكذا هي نتيجتنا ونداينا للمراكز الاولى المتقدمه، عوده الى صراع والى المنافسه في المقدمه. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول إلى البداية، وهذا شرط ياسر بن سعيد بن مبارك الزرعي اللي غير على مقدمة الشوط ما يبنى له طار إلا في هذه اللحظات، غير إلى المقدمة. بينما الوسمي في المركز الثاني سعيد بن حزيب بن ثعيلب الهاجري، بينما في المركز الثالث هذا رعد حمد بن سعيد بن حمد الوهيبي، والمركز الرابع عندنا شعار مسري بن سالم الحرث الحميري على ظهر اللي هو طهف، بينما في المركز الخامس الكايد علي بن محمد بن جابر بن عبد الله الحربي. هذه هي المراكز الاولى. عودة إلى المقدمة مع 800 متر الأخيرة، عودة إلى شرط وشرط يستوفى كل الشروط، يبحث عن المركز الأول، يبحث عن الفوز والانتصار. المركز الأول يموت ويحياب من خلال تقدمه في المقدمة والصدارة. يأتي ياسر بن سعيد بن مبارك الزرعي في مقدمة الشوط، بينما الوسمي سعيد بن حزيب بن ثعيلب الهاجري قادما الآن في مستوى المركز الثاني، بينما الوهيبي يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع عندك حمدان بن محمد بن معتوق يقدم لنا النشمي في هذا المعترك وفي هذا الانطلاق، ولكن شرط سلوك
لكم الاهلي الكامل سلام سلام وتحيه واحترام الاهلي الكامل على فوز اللي هو شرط وانتزاع لناموس هذا الشوط وعصاته ببطانه عصاته ببطانه بدون اي اوامر بدون اي اوامر تركن عليه ولكن رجل الامتار غادم ايضا في هذه اللحظات محمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي الوسمي سعيد بن حزين بن عيلب ولكن سلام ياسر بن سعيد بن مبارك الزرعي على فوز اللي هو ايضا شرط المركز الثاني وصل اللي هو ايضا ايضا سمهوي هذا مبارك بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي المركز الثالث الوسمي لسعيد بن حزين بن عيلب المركز الثالث عندك اول المركز الرابع عندك الوهيبي حمد بن سعيد بن حمد الوهيبي المركز الخامس حمدان بن محمد بن عتوك العام توقيت الزمن 6 دقائق 15 ثانيه تهانينا والناموس لياسر بن سعيد بن مبارك الزرعي